هل يا ترى إبرة الكروشيه العادية تقدر تغنيني عن إبرة الكروشيه التونسي؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في سلسلة جديدة، فكرة في دقيقة. شرحت لكم كتير عن إبر الكروشيه التونسي، الفرق ما بينها وبين إبر الكروشيه العادية، وهتلاقوا الكلام ده في الدروس دي. الكروشيه التونسي بتكون إبرة طويلة زي ما انتوا شايفين كده، في نهايتها لازم تكون فيها سدادة، او العكس يكون في نهايتها خطاف تاني زي الخطاف اللي معانا النهاردة، بيكون في ظهرها او في النهاية بتاعتها خطاف تاني، وبتكون شبيهة جدا بالإبرة دي، ولكن ما فيهاش الأجزاء المبططة دي، ودي بنشتغل بيها شغل كروشيه تونسي دائري. نيجي لسؤال النهاردة. واحدة بتسأل إذا كان ينفع تستخدم الإبرة العادية دي كبديل للإبرة الطويلة دي. الإبرة الطويلة دي مقاسها حوالي من 25 سنتي ل 30 سنتي، والإبرة اللي معايا النهاردة طولها 30 سنتي، بشتغل بيها كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها على القناة عندي. هل أقدر بقى أستبدل الإبر دي بإبر من دي؟ أولا عشان نكون فاهمين، إبر السيليكون اللي هي شبيهة بدي، سواء بقى إبر إيميجرومي أو إبر عادية، بجميع الأحوال ما تنفعش، مستحيلة، فهماني؟ لأن أصلا فكرة الكروشيه التونسي إنك بتاخدي حاجات كده على الإبرة، فهل ينفع إن الحاجات اللي على الإبرة دي تروح على السيليكونية أو إن هي تدخل في الجزء الرفيع الصغنن ده؟ أكيد لا. بس ممكن إن أنا أستخدم إبرة الكروشيه، وده بيكون في بعض الحالات البسيطة، زي إن أنا بعمل توتوريال لحاجة صغيرة زي ما بتشوفوني برضو على القناة بستخدمهم، ممكن إن أنا أقفل بيها زي ما هعمل في البلوزة دي، انتظروها. أكتر من كده مقدرش إن أنا أشتغل بيها، يعني بلوزة ضخمة زي دي ولسه في حاجات أهو على الإبرة بالحجم ده، لا يعقل إن أنا أخد العرض ده كله بإبرة صغنطوطة. ممكن تمشي معاكي في شغل اللاسيه ده، يعني لو حاجة صغنطوطة أو إن انتي بتشتغلي البنوتة أو ولد صغير، وبرضه هتكون مرهقة جدا لأعصاب الإيد، فيفضل دايما إن احنا نشتري إبر التونسي أو نقدر نوفرها. موجودة على الإنترنت، موجودة على المتجر عندي على الفيسبوك، وموجودة في محلات الكروشيه، بس قولي للبياع إبرة كروشيه تونسي وهو هيجيب لك أشكالها كلها. طبعا متوفر في مصر أكتر حاجة هي الإبر المعدنية، إنما الإبر اللي انتوا شايفينها دلوقتي على الشاشة دي مش موجودة حاليا. عاوزين تعرفوا أكتر عن إبر الكروشيه التونسي، ادخلوا على دروس تعليم التونسي او روحوا على الشورتس، هتلاقوا برضو تفاصيل صغيرة عن إبر الكروشيه التونسي. وكده فكرتنا النهاردة تكون خلصت، اشوفكم ان شاء الله بكرة في فيديو جديد. مع السلامة، باي.